اهلا بيكم عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، واللي حضراتكم بيتابعنا بصفه مستمره اكيد خد باله ان احنا كل فتره والتانية بنستعرض مع حضراتكم كتاب ما يستحق التوقف عنده والحديث حوله من الكتب الموجوده في المكتبه الرياضيه. النهارده هنتناول بيه النقد والتحليل كتاب جميل جدا اسمه او عنوانه العشر الاعلى، وهذا الكتاب بيوثق رحلة تسلق جبال داخل مصر واحتمال كمان يكون خارجها لمؤلفة هذا الكتاب الأستاذة مي عادل اللي منورانا في حلقتنا النهاردة. مي صباح الفل عليك. صباح النور يا كريم. مي طبعا صباح الفل عليك في برنامج يعني 10 الصبح في الأهلي وقناة الأهلي، وانت التايتل بتاعك مغامرة ومتسلقة جبال. علشان ابقى مغامره متسلقه جبال تحديدا او اختار حاجه زي كده لازم تكون في شخصيه معينه، تركيبه معينه عندي، مش اي حد بيبقى كده صح؟ ممكن نعرف الاول عنك وايه قصه اصلا حبك للمغامره وتحديدا تسلق الجبال، لان هي مش حاجه سهله برضو. هي مش حاجه سهله، هو فعليا لما بنحاول نشبه اي حاجه صعبه تشبيه مجازي بنتكلم بنقول ده بيطلع جبل. لا هو او حد قوي بنقول لك يا جبل مثلا. لا ده جبل بقى بجد، مش تشبيه ولا مجيء. مش حاجه دارجه قوي للبنات عموما فكره تسلق الجبال. يعني بص، هي البصه دي كفايه. اوعي تخلي الكلام ده ياثر على نفسك. ما تاخديش في بالك انا بس بتفكي معايا في الكلام، مش والله العظيم حساسيه مفرطه تجاه الكلام. انا مش هرد يعني. هي قامت بتهيألي الاجابه وصلت كده. جمله ست 100 راجل ما بتحبهاش اصلا. والله المهم طيب بص هقول لك على حاجه، فكره ست وراجل الفكره دي انا مش معترفه بيها ولا مقتنعه بيها قوي. يعني هو ده تصنيف فيسيولوجي مش اكتر منه. صح. انما اي حاجه بيعملها الراجل تقدر تقوم بيها الست، واي حاجه بتعملها الست يقدر يقوم بيها الراجل. لا، وفي حاجات كتير الست بتعملها الراجل ما يقدرش يعمل ربعها. بالمناسبه يعني لو اتعلم واتدرب هيقدر هحاول يعني. هيقدر حتى الحاجات اللي هي سبحان الله طبيعيه فيها، حاجات زي الحمل وامور معينه. دي ما انا بقول لك، ما دي اشياء فيسيولوجيه بقى. تمام، قصدي اقول لك ان في الام حتى معينه الست بتستحملها. ده حقيقي، الستات اقوى في التحمل بشكل قوي جدا. يعني الستات بتتحمل الالام عشان في موضوع الولاده تقريبا ده من اقوى الالام اللي في الدنيا. بس برضه ان تسلق الجبال مش دارج قوي في مجتمع البنات. او على فكره هو مش دارج، هو ده حقيقي، ده حقيقي. يعني هو مش دارج، هو كيميانيتي تسلق الجبال مش كتير قوي. بس خلينا نستعمل كلمه صعود الجبال، لان مصر ما فيهاش جبال بمعنى التسلق، كلها معظمها بتطلع. ان يعني في فرق ما بين الطلوع والدروب والطرق وما بين التسلق اللي بتستخدم له ادوات وحاجات تانية. أوكي. تمام. فهي الفكره ان الموضوع انا بعمل الاثنين. هي الفكره ان زي ما نهوان بتاعت قالت، هو الموضوع محتاج شخص منتاليتي الاول وشخصيه مختلفه. انا من وانا طفله وانا مش بخاف، ودي اهم حاجه في المغامره بشكل عام مش الجبال تحديدا، انما انا ودي من عند ربنا، انا مش بخاف من اي شيء وبحب اجرب. يعني ما تمسكيش ده عشان ليه كده يعني. امال وانت طفله كنت عامله ازاي لما يعني ام الله يرحمها تعبت معايا قوي. انت برج ايه؟ الثور ولا ايه؟ الحوت. طب الحوت ده غلبان. لكل قاعده شواذ بقى. يعني هو لا، هو غلبان برضه، رقيق وطيب ورومانسي وبياخد على قلبه وحاجات كده. بس ده يعني عارف اللي هو ناشف من بره وطري من جوه. دافع الجرأه ده بيبقى فضول مثلا. عايزه تاخدي التجربه، عايزه تشعري. يعني عارف اللي هي هو ممكن يكون فضول او حب التجربه. حب التجربة. أنا بحب أجرب كل حاجة غريبة. يعني كل الناس مثلا تقول لك الناس بتخاف من المجهول. لا، أنا المجهول بيستفزني، بحب أعرفه. يعني ما احبش يبقى في حاجه غامضه قدامي، لا انا عايزه اعرفها. يبقى هو الفضول على فكره ايا كانت هي ايه. يعني which is ان انا باحث علمي اصلا، انا دكتوراه وكده. فاللي هو في حاجه غريبه، لا انا عايزه اعرف دي بتتعمل ازاي. طب لما كان يجيني لعبه تبقى افكها واشوفها. حضرتك متجوزه؟ الحمد لله الذي عافانا. ايه اللي جاب السؤال ده في دماغك؟ الحمد لله اللي عايز يعمل. طب ليه بالعكس؟ ده هيتسلى جدا. يا خرابي، ده بقى كل شعرايا على كتف الجاكيت عايزه تعرف مصدرها. تعالى حلل بقى. لا 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 يا حبيبي، يقعد دي هتتنقض ايه ده شعري؟ طب ايه القذاره دي؟ روح نضف. في حاجات يا بابا نسكوت الشعر نقول لك عليها. طب ما علينا، نرجع للجبل. ايوه ما يعني دلوقتي الجبال تحديدا
مرعبه مش بس في فكره ان انت بتتسلقيها او بتطلعي جبال، هي صعبه وليها تكنيك وتدريبات طبعا طويله، لكن في برضو جبال هتلاقي فيها تعابين، هتلاقي فيها حاجات مش لطيفه ان احنا نقابلها يعني. لا هي الفكره في ايه؟ ان دي للاسف في مفاهيم كتير مش صحيحه سايده بين الناس. تمام. يعني فكره التعبين والحاجات دي والكلام من ده كله، هي التعبان كائن اليف عكس الناس. اليف ايه بقى؟ ده انا اكتر حاجه بخاف فيها من حياتي، هاتي اسد قدامي بس ما تحطيش تعبان جنبي. تخيلي ما بس هقول لك على حاجه، هو التعبان والله كائن اليف. اولا التعبان لا مش بيأذي غير لو احنا استفزناه عشان يأذي. تمام. يعني التعبان معروف ان يسيبه في حاله هيسيبك في حالك. فعلا ده فعلا. اولا احنا مش من السلسله الغذائيه للتعبان. ثانيا سم التعبان بيتكون في فتره طويله، يعني ليه التعبان بياكل مره كل اسبوع؟ على ما السم بتاعه يتكون. فاكيد انه لو ضيع السم بتاعه عليا او عليكي فهو ده معناه انه هيموت من الجوع. فهو ما بياكلناش عشان كده يعني. فهو مش بيأذي عشان كده، بس ايه اللي بيخليه يأذي؟ الخوف. هو خايف منك مش انت اللي خايفه منه. بس انت قابلتي حاجات زي كده ولا اصلا ما حصلش؟ لا بصي كانت مرات قليله جدا في اماكن بعيده مش معتاد ان الناس تروحها او تشوفها، اما الاماكن العاديه فهي سيف جدا وامان قوي وبلاش نخوف الناس منها. لا تمام. انت خضتي تجربه سواء انت قلتي في مصر انت يعني شايفه ان التوصيف الاضبط هو صعود الجبال مش تسلق الجبال. ده حقيقي. طب في جبال في جبال قليله في مصر تستحق كلمه التسلق بس هي مش كتير وعلى الليفل من الصعوبه غير معتاده. طب انت طلعتي بره مصر بقى يعني؟ طلعت بره مصر. في دول كتير مشهوره بسلاسل جبال من النوع اللي ممكن يبقى مستفز بقى لشخصيتك فتبقي ده حقيقي حصل. يعني انا طلعت كليمنجارو على قمه في افريقيا. وكنت في طريقي لألبرس أعلى قمة في أوروبا، لكن قبل يعني ما توفقتش في طلوعه بسبب وقعة في عاصفة قبل الجبل ب 200 متر، قبل القمة ب 200 متر. أوكي. يعني هبت ريح يعني كنت بطلعه كان في عاصفة ثلجية وكان مش صح إن أنا أطلع في الوقت ده. مش هو في رولز يا مي؟ انت مش اي حد يقدر يطلع في اي وقت صح؟ لا هو الوقت ده كان هو ده الايديال تايم ليه. يعني انا طالعه في نص سبعة. العاصفه جت مفاجاه. العاصفه كانت مفاجاه. بس هو في الظروف العاديه دايما بيكون في تنسيق مع كل الكيانات اللي ليها علاقه بحاله الجو وكده عشان ما يحصلش مشاكل. لا ما هي العاصفه كانت قبلها مفاجاه بيوم ما كانتش. الجو كان تمام وكلير جدا. يعني انا كان قبلها واحنا بنتشيك الويزر كان ماينس واحد ماينس ستة، ده جو حلو قوي زي الفل. تمام. قال لك ماينس 6 جو حلو جدا. حلو جدا بالنسبه ونلضم دي بقى مع الجمله اللي قبلها اللي هي بتاعت ان التعبان اكيد بتقولي حضرتك التعبان اليف وانت اللي بتستفزيه فهو لو ما استفزتوش هو لذيذ في حاله. اتفضلي يا استاذ. طب ايه هطلع على العباسيه ولا يا نهار ابيض يا استاذ طمنين عليكي. انا زي الفل. تمام. فده كان جو حلو قوي ماينس 6 ده جو على فكره مش وحش. تمام. وما كانت سرعه الريح 4 5 ده شيء ممتع. قبلها بيوم بس الجو اتغير تماما قبلها بيوم. هو الجايد قال ان احنا مش هينفع نطلع بس لان انا كنت زنقه نفسي في الوقت ولان ما كانش هينفع استنى. يعني انت عاندتي مع الجايد؟ عاندتي مع الجايد وطلعتي. وده كان غلط. وده كان غلط اكيد. تمام. ودفعت ده ثمن غالي قوي. ايه بقى الثمن؟ عايزين لما تخلصي القصه احكي لنا. تمام. فطلعت لان كان الفكره هو طلب ان انا استنى يومين وانا كانت الفيزا بتاعتي هتخلص. فمش هينفع ان انا انتظر يومين في يعني انا هنا لو في بلدي استنى يومين اسبوع مش فارقه. لكن نضحي بحياتنا مش مهم. طياره مش مشكله هنجيب غيرها بس في فيزا. وحياتك طيب لو في خطوره. انا قلت بقى مش مشكله وربنا هيسترها ويلا ومش عارفه ايه والكلام من ده. طب انت عموما يعني غير موضوع كونسبت ده اللي هو خرج وده غلط خرج من المغامره لمخاطره. انا اسفه يا بابا هو بيشوف الكلام ده اول مره باباكي معانا على ال غير تسلق الجبال بتعملي ايه تاني في حياتك كمان؟ طيب انا بعمل حاجات كتير قوي. اول حاجه يعني غير تسلق الجبال انا نطيت من الطياره 3 مرات. سكاي دايف؟ لا باراشوتنج مش سكاي دايف. باراشوتنج اوكي. سكاي دايفنج للاسف محتاج كورس لسه ما اخدتوش وانا رفضت ان انا نط تاندم مع حد. انا عايزه انط لوحدي.
كويس. ده عملناها في شرم الشيخ. ناس اصدقاء ليا عملوا، كنت عايزه اجربها، بس على فكره هي مش محتاجه كورس، هم بيديكوا انستراكشنز. هي الفكره ان ده لما تنطي ومعاكي حد. ما طبعا انا عايزه انط لوحدي. غالباً لا لا سكاي دايفنج. لا هو السكاي دايفنج التاندم عملوها ومعاكي في حد. ومعاكي حد هو اللي بيبقى مسؤول عن فتح المظله والكلام ده كله. انا عايزه انط لوحدي، انا اللي افتح لوحدي. هي عايزه اجيب من الاخر يعني. انا لوحدي مش حد معايا. كملي يا مي. وبغطس وبجري ويعني بس وبقرا واكتب. ده اللي شجعك انك تعملي الكتاب بقى كمان عشان يعني. بصي هو انا خليني اقول لك ان لو في حاجه انا حريصه عليها بشكل يومي بنسبه ان هي تكون زي الصلاه، ما ينفعش تعدي يوم من غيره، هي القرايه. القرايه انا من وانا طفله، وانا تشتريني بكتاب، تشتريني بكتاب. المشكله دلوقتي اللي انت بتتكلمي عليه ده بقى في نقص ملحوظ فيه، يعني عدد القراء عموما. يعني انسي 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 زمان بقى خالص، يعني للأسف القراءه فعلا. الالكترونيه اللي استجدت دي غيرت طعم القراءه على الرغم ان خليني اقول لك ان الناس بتقرا كتير، بس مش مفيش توجيه للقرايه بشكل منتظم. يعني لو جيت شفت عدد الكلمات اللي بتتقري في بوستس على السوشيال ميديا، هتلاقيها لو جمعت عدد الكلمات دي ممكن تطلع فصل في كتاب. بس الفقره تعيسه، لان معظم الكلمات مكتوبه بغلطات املائيه ما يعملهاش عيل في ثالثه ابتدائي. بغلطات املائيه مكتوبه نتيجه ان بدون وعي، لان مفيش مراجع عليه ولا حد بيقولك انت بتكتب صح ولا غلط. يعني ممكن اي حد يكتب اي كلام وهيشكل في الوعي. مي عايز اسالك حاجه، لان الوقت بيجري. انت واضح جدا ان شخصيتك الشخصيه بتحب فعلا المغامره. انا بحب الناس دي على فكره جدا، ولان الناس دي عندها طاقه ايجابيه على طول وبتحب الحياه ودايما عندها جديد، بتحبي تتعلمي دايما كل حاجه جديده، فشخصيات بتبقى ايجابيه فعلا. اللي جاي عندك ايه؟ يعني انت ناويه تعملي حاجه مثلا مدرسه اكاديمي للولاد الصغيرين تسلق الجبال؟ بصي يعني انا حاولت اعمل ده، بس للاسف الناس بتخاف على اولادها، الفكره لسه مش منتشره. انا بالفعل عملت فريق كان نفسي انه يكون بيج عندي اسمها شي هايكس، علشان ان نحاول نزود ان الستات تطلع وتتصرف عامله تارجت للبنات يعني. ده للبنات. وخليني اقول لك، انا اسفه يا كريم، بقى مضطره ابقى مع نهوان، ان إيه؟ انا عايز نهوان معاكي بقى في كل المغامرات. عايز تخلص مني. باراسيلينج، شوفي انت عايزه تعبان. لا ان مصر، انا يعني انا التارجت بتاعي اللي انا بشتغل عليه دلوقتي، اتمنى ان انا اكون اول مصريه تطلع قمه جبل ايفرست. حلو قوي. لان جبل ايفرست اللي طلعوه من مصر اتنين رجاله، عمر سمره في 2008 صح، وشريف العبد في 2019، مفيش ولا ست طلعت. طب يلا بجد والله جود لك. يعني انا بشتغل على نفسي وبتمرن وبسيرش على سبونسر. الموضوع غالي قوي، محتاج فلوس. بصي طالما انت معانا في البرنامج اكيد ناس هتتابع، مش بجاملك والله، فممكن جدا ده يبقى بدايه يعني. ان انا اعمل ده، وان شاء الله اتمنى ان اكون اول مصريه تطلع قمه. واحنا كمان بجد نتمنى ان دي حاجه اكيد هتساعدنا احنا شخصيا اكيد لما حد يرفع اسم مصر. قبل الوقت ما يخلص اتفضل اقول حاجه، ان النهارده في عيد الام اتمنى اي حد شايفنا يقرا الفاتحه الامي، الله يرحمها، ان هي لو انا بعمل حاجه كويسه فهو انا من صنيع امي. امي الله يرحمها هي اللي شكلت شخصيتي من اول ما وانا طفله، كانت بتسيبني اعمل اللي انا عايزاه. والله يرحم، اليوم ده يوم صعب جدا على اي طبعاً حد. طبعا امه توفت، واي واحده نفسها تكون ام. اليوم ده يوم جميل والناس كلها بتحتفل فيه، بس هو يوم صعب قوي على ناس تانية. فأتمنى ربنا يهونوا عليهم، ربنا يهونوا على كل أم فقدت ابنها، أو كل أم، أو كل واحدة نفسها تكون أم ومش قادرة، أو كل واحدة فقدت أمها. ربنا يهونوا عليهم كلهم ويرحم كل أمهاتنا. نورتينا يا مي والله، جود لك، ونتمنى لك كل خير. وزي ما قلت لك، أي حد هيرفع اسم مصر ده بيبقى حاجة كأنه يعني إحنا نفسنا عملنا كده. فنفسي تكوني معانا تاني وتكوني فعلا حققتي اللي بتقولي عليه ده بإذن الله. ويا ريت ما ننساش الأبهات والنبي كمان، علشان خاطر بياخدوا على نفسيتهم كده. لا ما نقدرش برضه والله. لا طبعا ما نقدرش نعيش من غيرهم. معانا بقى وأبويا بيتفرج علينا، وفعلا أبويا كان
كان ليه دور كبير قوي على فكره، ان ابهات كتير في عالم الشرقي بيقفلوا على بناتهم وبيرفضوا ده، لكن ربنا يخليه لي سامح لي ان اعمل حاجات كتير. نورتينا يا مي، ونتمنى لك كل التوفيق. واسمحوا لنا مشاهدينا هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل بقى الاستاذ ايمن جلبرتو وحوار حول الرياضه العالميه وكره القدم حول العالم. خليكم معانا.